يا ابني بتبص على ايه؟ هو انا بمكيزك؟ الله، هو سعادتك تعب نفسك في حوار ملوش لازمه، والطريحه دي انا واخدها يجي من 10 ايام، والجرح لم وانا قربت انساه. الجرح لم وهو ملوث يا خفيف، وعلشان كده التهب، ولو كنا استنينا شويه كمان كان قلب بنيله سود على دماغك ودماغ اللي ضربوك. انت حاجه غريبه قوي يا دكتور، وانت حاجه غبيه وسخيفه وتحرق الدم. يعني بذكاء اهلك اللي عاجب الحكومه ومجنداك علشانه ده مش عارف تناديني ولا تديني حس وانت سامع كل المكالمات اللي على الموبايل؟ وانا اعرف منين ان سعادتك على السطح؟ انا قلت سعادتك نزلت الشارع تقضي مصلحه، وانا دخلت الحمام عشان خلاص يا عم خلاص احنا هنرغي. طيب هتسيب دارك مكشوف ساعه كمان لحد ما تيجي العربيه اللي هتوديك المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ده يا دكتور؟ يا سيدي ما تخافش، مش قلت لك ما تخافش؟ الله، انت مش عايز حته في الامان؟ خلاص احنا دلوقتي هنعالجك وهنخبيك لحد ما نلاقي لك سكه تغور بيها من وشي الى الابد، واكسر وراك 100 قله. هف. بعدين الضيوف وصلوا، هم بسرعه. شوف البنت صباح خلصت المطرح ولا لسه؟ يا جماعه بعدين بسرعه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا مرحبا. الحمد لله على السلامه. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا اهلا. ايه يا عطيه، ايه الاخبار عندك؟ وصلوا؟ طيب الحمد لله. بص بقى، انا عايزك تاخد بالك منه شويه كده والنبي، يعني لقمه حلوه هدمه نظيفه، مش هوصيك بقى انت ابو الكرم يا عمده. تمام تمام، تعيش ساعتين ثلاثه كده بقى وتاخده على المستشفى عندي وتسلمه للدكتور حمزه. يا عطيه انت مالك بس بحكايته ايه دلوقتي؟ يا عطيه احنا هنقعد نلت ونعجن دلوقتي في التليفون؟ يا اخي انا ما نمتش بقالي يومين، هموت من التعب. ماشي حاضر. اهم حاجه بقى لو اي حد سالك عنه في البلد هتقول ايه؟ لا ما انا قلت لك يا عطيه، قول انه تاجر مواشي من سمنود جاي عاين الحته القبليه علشان هيعمل عليها مزرعه. تمام؟ طيب يا عطيه، شاكرين يا عمده، ربنا يخليك لينا. انت ما بتامرش باي حاجه من هنا؟ لا صحيح صحيح. ماشي يلا، سلام عليكم، مع السلامه مع السلامه. انا يا خالد، انت عايزني انا اغني في العرض بتاعك؟ وانا يعني هلاقي موهبه اجمد منك لدور زي ده؟ يا كرهون انت. موهبة ايه بقى يا فنان؟ ده انت طلعت حكاية. انت ازاي ما تقوليش على موضوع التأليف ده قبل كده؟ يعني عشان ما تفكريش ان انا داخل على طمع، او اتعرفت عليك عشان استغل صوتك في العروض المسرحية بتاعتي والهلاوس اللي بتيجي للفنانين اللي زيك دي. يا سلام. بس انت ازاي مش خايف من عرض سياسي بالمنظر ده؟ ده جريء جدا وبيخبط في كل حاجة. قولي بقى ان انت خايفة تتورطي في عرض مسرحي بيهاجم الحكومة وتخش بقى في سين وجيم وحوارات مع الحزب الحاكم اللي عندك في البيت، مش كده ولا ايه؟ هو بصراحة يعني انا خايفة من الخطوة دي شويتين، بس ده ما يمنعش ان انت غيرتني قوي يا خالد. هما المجموعة اصحابك مجانين كده زيك ولاسعين الجو ده؟ ومستعجلة ليه؟ كلها نص ساعة ونقابلهم وتبقي تشوفي انت وتقولي لي ايه رأيك بصراحة. ماشي يا سيدي. خالد انا عايزاك تفتح بابك في موضوعنا الليلة دي، انا خايفة قوي. ماما بتتعامل مع الموضوع على اني خلاص وافقت وسلمت بالامر الواقع، وبابا كالعادة تايه في دنيته مش عارفة الاقيه. نهدي وكل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله، متخافيش. سليمان؟ سليمان؟ عايزين مالك مخضوض قوي كده ليه؟ لا ابدا، بس انا كنت عايزة اعرف السبب اللي يخلي سليمان يجي لحضرتك عشان يسألك عن ما هو سليمان لما مالك؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الاستاذ جلال جاي يقول لك الحمد لله على السلامه، ويقول لك على خبر البرنامج اللي هيديه معانا في القناه ان شاء الله. استنى بس انت يا اكرم. استاذ جلال انا طبعا سعيده جدا تشريفك معانا في القناه، بس انا
كنت عايزاك تحكي لي عن الحوار اللي دار بينك وبين سليمان بالظبط. اقصد يعني هو كان جاي يقدم لك معلومات محدده للنشر عشان يخلصني من ايد امن الدوله؟ لا طبعا يا ملك. وبعدين هو عنده ايه يقدمه في موقف زي ده؟ سليمان العرينه كان محتاج حد يدله على الحقيقه. هو عارف ان اكرم محبوس معاكي، فلجأ لنا على اعتبار ان اكرم بيشتغل معايا في الجورنال، واكيد هيبقى عندي المام كامل بالحكايه كلها. والحقيقه الراجل طلب مني الاجابه على سؤال واحد ومحدد: ملك يونس بريئه من الاتهام الموجه ليها ولا لا؟ ايه؟ مش ممكن سليمان بيخوني انا؟ يا ده مش ممكن، انت اللي هتخرجي العقد؟ ده ايه ده بقى؟ ده رأيي شوشو ونقولها كده ولا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا والله مش قصدي، انا بس كل قصدي ان انت اموره وصغننه، وانا كل فكرتي يعني عن المخرجين ان هم والكلام ده على طول مكشرين ودايما شعرهم طويل كده وبيزعقوا وبيشتموا على طول، بيزعقوا ويقولوا حركه. موجود موجود، احنا بس كده نجهز البروفه وندخل المسرح وهتلاقي عواصف وزعابيد من هنا للصبح ونقول حركه. لما دمتي هتقولي حركه خلاص اوكي. طيب انا عايز اعرف الوصلات الغنائيه بتاعتي، ولو ممكن اقعد مع الملحن شويه. يا ستي ما تقلقيش، كل ده جاهز ومعمول حسابه. احنا بس نبدا البروفا النهارده، تقعدي معانا وتشوفي الحاله بتاعت الشخصيات عامله ازاي. الموضوع بسيط. لطيف قوي القعده الفنيه العظيمه دي. مين في حضراتكم بيخرج العرض الساحر ده بقى؟ حضرتك انا المخرجه. هو في ايه بالظبط؟ ثواني ياسمين بعد اذنك، واضح ان حضراتكم مباحث. لا نبيه ما شاء الله. واسم الجميل ايه بقى؟ خالد اسماعيل محمد رشوان. خالد ايوه فعلا موجود معاهم. شفت سعادتك؟ بالذمه ده اسمه كلام يا سعاده اللواء. شباب زي الورد بيقدموا فن راقي وعرض محترم في مسرح من مسارح الدوله وتحت اشراف قطاع حكومي، ومعاهم تصاريح من جميع اجهزه الرقابه في وزاره الثقافه. يتبهدلوا بالشكل ده ويتقبض عليهم ويتساووا بالمجرمين والبلطجيه؟ بالراحه شويه يا اسماعيل بيه، الموضوعات ما تتخدش قفش كده. صحيح سعادتك عضو بارز في المعارضه، بس ما ينفعش تشطر علينا الله يخليك. احنا غلابه مش زي ما انت فاهم. يا فندم انا عاوز اقول والله لحقيقة. عارف كل اللي هتقوله وحافظه صم كمان. ايه ده؟ مش معقول. هي المجموعة اللي جت مع خالد فيها واحدة اسمها شهد العريني؟ هو ده اللي كان ناقص يا شاهيناس، هو ده اللي كان ناقص. كل المصايب اتجمعت على دماغك، كان فاضل بس انك تبعتي المحامي بتاعك يطلع بنتك من مديرية الأمن قبل ما تتحبس في قضية سياسة. ماما لو سمحتي أنا. أنت إيه؟ تعملي فيا كده ليه يا شهد؟ اثبتي التخشيبة والبرش والكلبشات، مرة في جريمة قتل ومرة قضية سياسة والمرة الجاية عجيبة ميلاد أبي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ ايه اللي بيحصل لي؟ بنتي انا، بنتي انا تتمسك في بروفات عرض سياسي واغاني ثورية ضد النظام وفي التوقيت الرهيب ده؟ ما فكرتيش فيا يا شهد؟ ما جاش على بالك للحظة ان لعب العيال بتاعك ده ممكن يدمرني انا ويضيع كل المجهود اللي عملته عشان الانتخابات؟ على فكرة ده مش لعب عيال خالص. نعم؟ قلتي ايه؟
سمعيني كده، بقول لحضرتك ان ده مش لعب عيال، وبقول لك ان انا ليا الحق ان انا اقول رايي في اي حاجه، وان هاجم اي ظلم شفته بعيني. ظلم ايه؟ ظلم ايه اللي انت شفتيه وقررتي تهاجميه يا بنت سليمان؟ ظلم النظام اللي حضرتك بتتكلمي عنه. ادخلي على النت وانت تشوفي بعينك البلاوي اللي بيعملها الضباط مع الناس، والفلوس اللي بيسرقها الحزب بتاعك. انا عربيه يا شان، لو مش عايزه تبقي منهم سيبيهم. مين اللي علمك الكلام ده؟ مين اللي علمك النغمة دي؟ مفيش حد علمني حاجة. كدابة، ده مش كلامك، ولا عمرك اتشغلتي بالسكة دي ولا تفهمي على أي حاجة. وديني كبرت وفهمت. مش لوحدك، مش ممكن يكون لوحدك. مين اللي عرفك على قلبي طول المسرحية دول؟ انت ايه؟ مين؟ بابا لو سمحت ما تقولش عيال. يا سيدي ما تزعلش، رجالة وشحوطة والشنب خط في وشهم وعاوزين يتجوزوا على مزاجهم. حاجة غريبة جدا، هو المفروض حضرتك لما احب اتجوز اختار شريكة حياتي على مزاج مين؟ لا مزاجي ولا مزاجك. الجواز ده خطوة ما تتحسمش غير بالعقل والاصول، مش بالقلب والمشاعر والاهواء الشخصية. الجواز ده عمر جديد يا خالد، مش مسرحية بتألفها وتعيش فيها يومين وبعدين تزهق منها ترميها في درج مكتبك. هو حضرتك شايف حاجة غلط في الاختيار اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي؟ بنت محترمة ومؤدبة ومن عيلة كبيرة وابوها اكبر جراح في البلد وامها شاهيناز رستم. جميل، واحدة من ارقى واشهر سيدات المجتمع، وكلها يومين وتنجح في الانتخابات وتبقى زملاء في مجلس واحد. اديك قلتها بنفسك، نازلة معايا في الانتخابات. سبحان الله، هو في بينها وبين حضرتك اي منافسة؟ حضرتك دايرتك في القليوبية وهي دايرتها هنا في القاهرة. يا سيدي انا ما بتكلمش على الدوائر، انا بتكلم في الاتجاهات. دي واحدة نازلة المجلس ومرشحة من خلال حزب الحكومة، وانا بمثل حزب معارض. تركب ازاي دي يا فنان؟ انت فعلا بتمثل يا بابا. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ ايه؟ بلاش اقول الحقيقة وعبر عن رأيي بكل صراحة وشفافية ايمانا بسياسة حضرتك. لا يا سيدي، اتفضل قول. مادام انا اتهفيت في عقلي وربيتك على الديمقراطية، يبقى خلاص لازم اتحمل مساوئها ولسانك الطويل. ديمقراطية؟ ما حضرتك فعلا ربيتني على الديمقراطية وخليتني اقرأ كتابها حرف حرف، بس بعد ما خلصنا قراية نسيت تقولي ان الكتاب ده مجرد تمثيلية، مسرحية فاشلة من اللي أنا بألفهم وبرميهم في درج مكتبي. ولا في حاجة اسمها معارضة ولا ديمقراطية ولا مجتمع مدني ولا حرية رأي ولا فكر ولا إبداع، وإن البرواز الكبير ده كله الحكومة هي اللي عاملاه عشان الصورة تطلع حلوة. أنا مش فاهم، أنت عايز توصل لإيه بالظبط؟ عايزك تحافظ على ابنك الوحيد يا بابا، ما تخسرنيش عشان دور مؤقت في تمثيليه سخيفه هيجي عليها الوقت وتنكشف بعد ما الناس هتزهق منها وتتريق عليها. انت اللي عايز الناس تتريق على ابوك، عايز الدنيا كلها تشاور عليه زي اللي راكب حمار بالعكس والناس بتزفه في الشوارع. عايز ايه؟ عايز تدمر سمعتي؟ عايز تدمر تاريخ السياسي كله علشان قصه حب معدومه على طريقه شكسبير بتاعك؟ يا بابا بقى أرجوك تفهمني وما تخ... أنا قلت اللي عندي يا خالد، مش حناسب شاهيناز رستم، يعني مش حناسب شاهيناز رستم حتى لو سقطت في الانتخابات. هتسقط والله العظيم، لادعي ربنا ليل نهار إن أهالي الدايرة يتلموا عليها ويسكعوها ألم أكبر من اللي اديته لبنتي 70,000 مرة. طلعي التليفون لشاهد يلا. يعني ما تقدريش؟ انت تقبلت يا بت؟ ارحمني يا دكتور والنبي، وحيات اغلى حاجه عندك ما تيجي عليا وتقطع عيشي. طب والله العظيم المره دي ما هتعدهالي، هتبهدلني وهترميني في الشارع كمان. هو ده يعني جزاتي عشان ما جانيش قلب اخبي على حضرتك اللي حصل واقول لك لما سالتني؟ دي اول مره اشوفها تقسى على الست شهده بالشكل ده، يبقى هترحمني انا لو خالفت كلامها؟ ما هو كمان الكلام في التليفون مش هينفع يا دكتور، حضرتك لازم تيجي بنفسك عشان تهون عليها، لحسن دي عيني قلبها انفطر من كتر البكا.
في يا فاطمة وقعت يا قلبي. أنا سامع صوت عاتك وأنا داخل باب الشقة. أبدا يا جدو أنا ما حسيتش بحضرتك خالص. في يا حبيبتي حصل حاجة في المستشفى زعلتك؟ لا لا أبدا أبدا يا جدو خالص ما فيش أي حاجة. أنا حيوانة يا جدو حيوانة وقللت الأدب وما استاهلش حنيتك عليا. ما استاهلش حنيتك ولا الثقة اللي طول عمرك مديهالي. قللت الأدب يعني إيه؟ عملت ايه في نفسك يا بنت صلاح الفرجان؟ انطق يا بنت. واحد يا جدو بيكلمني في التليفون بقاله اسبوعين. هو كان شافني كده بالصدفه وعرف يجيب رقم تليفوني واتصل بيا. والله يا جدو قعد يلح عليا علشان يكلمه. وبعدين كلمته يا جدو. يعني ايه؟ يعني قابلتيه فين بعد كده؟ ما قابلتوش يعني ايه؟ والله العظيم يا جدو ما قابلته. يا بنت اختصر في الكلام وهاتي من اخر الحكايه. والله يا جدو ده اخرها. اخر الحكايه؟ ما المصيبه حصلت ازاي؟ مصيبه ايه يا جدو بس؟ هو في اكتر من كده مصيبه. انا مش عارفه ازاي عملت كده. مش عارفه ازاي سمحت لنفسي اكلم راجل غريب الفتره دي كلها من غير ما اقول لحضرتك. طيب بس يا جدو. طب روح جدو. طب حضرتك مش لا روح روح هات لي كوبايه ميه. روح حاضر. شفا يا حبيبتي شفا. الحبايه اللطيفه دي بقى هتخلي اعصابك هاديه ولا كانك واخده دش بارد في يوم حر خنيق. تسلم ايدك يا بابا. ايه ياما ايه؟ ايه يا دكتور؟ ايه هو اللي ايه؟ شايفه عصفورين راكنين على جنب وعمالين يزقزقوا وقفلهم ليه زي خميس انح كده؟ طب والنبي خلاص ما تزعل مني انا ماشيه اهو. والله كبرت يا شهد وعينك فتحت على السياسه وانشغلتي باوجاع الناس. لا وحبيتي وبتدافع عن حبك بعنف وباستماته حتى لو كانت المواجهه دي هتكلفك حبس انفرادي في البيت وحرمان من التليفون والنت والمزيكا. هو ده بقى الواد اللي كنت عايزه تقولي لي عنه يوم جالك العريس البلاستيك بتاع طنطا كده؟ ايوه يوم ما حضرتك سبتني وقلت لي ناجل الكلام لوقت تاني. انا دايما كده عامل زي البوليس في الافلام العربي مجيش الا بعد ما المصيبه تحصل والمجرم يكت. اتفضل يا عمر. ايه ده؟ ده عدد واحد لابتوب جديد اشد 100 مرة من اللي سحبته ماما. مرفق بيه عدد واحد USB وبراحتك يا باشا بقى. داونلود تشات فيسبوك all kinds of خزعبلات. حبيبي لسه في كمان عدد واحد موبايل جديد فظيع عليه خط ماركة اتكلم على مزاجك يا قمر. بس طبعا انت عاقلة وفاهمة ان الممنوعات دي ما تظهرش قدام الرقابة الإدارية وإلا هتبقى مدبحة. ومصيبة سودة بقى لو نجحت في الانتخابات هنتشيع أنا وإنتي على أبو زعبة العدل. بس أنت واثق يا بابا ومتأكد أن أنا عمري ما هستعمل الثقة دي في حاجة غلط مش كده؟ غلط إيه بس يا شهد؟ يا حبيبتي أنا اللي غلطت معاكي. أنا اللي تخليت عنك في اللحظة اللي كان نفسك فيها تصرحيني بكل حاجة.
اسمه ايه بقى واد السيف اللي بيحبك ده؟ خالد. خالد؟ خالد؟ اسم مش بطال بجد؟ ربنا يخليك ليا. اسمه طارق، طارق الشاذلي. طارق الشاذلي، الاسم ده اللي رن في ودني زي ما يكون. ما هو ده رئيس النيابه اللي حقق في قضيه شاهد بنت دكتور سليمان. ايوه اللي سليمان ساله عن موضوع ملك عشان يتاكد من حكايه مباحث امن الدوله، وانت اللي اقترحتي عليه انه يا لئيمه، يعني انت كنت بقى جدو عشان خاطري ما تصعبش الحكايه عليا اكتر من كده. بس والله العظيم انا ما قصدت اتخبس ولا اعمل اي حاجه. مالك يا جدي؟ لا ابدا، انا اصلي افتكرت حاجه كده. سيبك منها دلوقتي. شوف يا بنتي، اذا كان قاصد الخير وعاوز الحلال يبقى مبروك عليه الهديه اللي هياخدها من ربنا. ربنا يخليك ليا يا جد، والله العظيم ده مؤدب جدا ومحترم. مش انا اللي هحكم عليه اذا كان طيب ولا فلاتي ولا مؤدب. الوحيد اللي هيفصل في النقطه دي هو عمك سليمان. ايه يا دكتور؟ هو حضرتك ماشي من غير ما تتكلم مع الدكتوره وتشوف لنا حل؟ ما ترحميني بقى، انت ايه يا بنت انت بالظبط؟ حماتي؟ يا ساتر عليكي. المهم انت بس بلاش اللوكلوك بتاعك اللي انا عارفه كويس ده. الدكتور جه وقلب الدنيا يا دكتوره، وجاب للانسه شقه حاجات يا دكتوره، وما رضيش يكلمك. انت فهماني طبعا. حاضر يا دكتور. بقولك ايه يا بنت، انت امك عامله ايه دلوقتي؟ نحمد ربنا يا دكتور الحمد لله، بقت زي الفل، بتاكل وتشرب وتتحرك زي الاول واحسن كمان، وبتدعي لك في كل اذان. والله ربنا يبارك لنا فيها ويكرمها. امسكي بقى، عايزك الاجازه الجايه لما تروحي لها تغذيها كويس كده، والغذاء كويس مش محمر ومشمر وغباوه، يعني دلعيها كده. ماشي؟ ربنا يخليك لينا ويبارك لنا فيك وما يحرمناش منك يا دكتور. بس برضو حضرتك دايما تظلمني وتفتكر ان انا يعني ممكن. اما هما بقى الشوية دول اللي بيأكدوا لي ان انا قدام عميل مزدوج. والله ابدا يا دكتور، ده انا عمري ما اعمل كده، ده انا خير حضرتك مغرقني. طيب خلاص. المهم بقى، انا رايح البلد يومين، امر على المستشفى، عايزك تاخدي بالك كويس قوي من شهد، وتطمنيني اول باول. اول ما تشوفي الدكتورة خرجت تتصلي بيا على طول، كويس؟ حاضر يا دكتور. طب كويس، ومشي امتى بالظبط يا نوسة؟ مالكيش هيرجع من البلد امتى؟ طب خلاص يا نوسة، خلاص مش مهم، يلا سلام. شوشو، انت فعلا متعمدة ما تشوفيهوش؟ ويا رب اقدر اعمل كده لحد ما الانتخابات تخلص. طب ليه بتعملي كده ليه؟ أنا مش قادرة أفهمك. أفهمك كل حاجة لما نروح البيت، لأن المصيبة اللي حواليك مش هيخلص فيها الكلام لحد الفجر. يونس خطر في السوق والدي الهلالية، سلم على التجار ردوا التحية، وانا عيان حموت ملجا لداوي. قسموا البلد نصين، طلع الجليل ليا، يونس خطاس. تيجي تاني ازاي؟ مالكش دعوة بيا، أنا جيت ازاي؟ طيب ممكن تهدي؟ ايه دي بس علشان نعرف نتفاهم. ثانية واحدة. بقول لك يا رزق يا ابني،
عايزك تستنى على البوابه، لو اي حد عدى عليا قول له الدكتور عنده ضيوف وانا هبقى ارن عليه. ماشي. طب انت عايز حد؟ لا ميرسي يا حبيبي. يلا يلا روح يا ابني. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. السلام عليكم يا عمده. انتوا في المستشفى ولا لسه في المستشفى؟ طيب صلي بينا على النبي. بص بقى، الضيف بتاعنا اول ما تخلصوا المستشفى تطلع بيه على الدوار عندك. لا ما تعديش عليا بقى عشان انا عندي ضيوف. عطيه انت منك؟ عندي ضيوف من ليبيا يا عطيه. ماشي، انا هبقى ارن عليك. مع السلامه يا حبيبي. بتشك فيا يا سليمان؟ بتشك فيا انا؟ بتخوني؟ كلمه واحده بس تتقلك بالكذب بتهز ايمانك بيا وفكرتك عني وكل مشاعرك ناحيتي كده يا سليمان؟ كده بالبساطه العجيبه دي؟ ده بدل ما تقف وش الدنيا كلها وتدافع عني في غيابي وتقول بقى على حسك، اي حد ممكن يخون ويغدر ويبيع بلده ياجر ذمته بالفلوس الا دي. طب فين؟ فين المعنى الرهيب اللي قلتهولي؟ فين؟ لحظة ما شفتك وانتي ماشية على الرملة يا ملك، خطفنيش جمالك ورقتك على قد ما لمستني روحك لون قلبك وبراءته وشفافيته. بتسرح بيا يا دكتور؟ ولا كنت عايش لحظة انسجام بتغني فيها مع نفسك وبتعزف عزف منفرد على العود بتاعك؟ انت فاكرة كل اللي قلتهولك؟ بس انت نسيته، بلعته في لحظة واحدة. صدقت علي الخيانة زي ما عملت فيه الناس اللي ما بتعرفنيش. أنا غلطت يا ملك، أنا آسف. آسف سليمان. أنا تهنت بهدلت خسرت اسمي وسمعتي، اتحبست في أوضة ضلمة زي المشبوهين والحرامية واتمسح بكرامتي الأرض، لكن ما حسيتش بلحظة واحدة. الوجع والنار اللي حرقت اللي لما عرفت انك بتشك فيها كل يوم كان بيعدي عليا وانا في امن الدوله، كان بيزودني جرأه وصلابه احساس بالشرف، يثبت رجلي ويرفع راسي. كلمه واحده بس قالت من لسانك لجلال السنوسي كسرتني يا سليمان. لوحدك يا ملك، أنا كمان اتكسرت، أنا كمان خدت رصاصة في قلبي زي اللي خدتها في الساحل، وأنا دلوقتي اللي مجروح هنا معاك. رصاصة إيه اللي بتتكلم عنها؟ بتتكلم عن البلد، البلد اللي أنا عشت طول عمري أتخزن في جمالها وأتمرمخ في ترابها، وفجأة غدر الدنيا وطلعتني في الآخر راجل أهبل وادتني حتة ألم. ألم إنما إيه؟ فوقتني من الحلم الخايب اللي أنا كنت عايش فيه طول حياتي، وصحيت لقيت نفسي عايش في بحارة مطاريد، قتل وخطف، دم، سحر وخرافات، أعراض مخصوبة، كذب وتضليل، تزوير وبلطجة، بلطجة في كل حتة أي حد يقدر عليها. ملك، لو أنا غالي عليك فعلا أرجوك ساعديني، أنا محتاج لك.
تفتكر انا ممكن اساعدك ازاي؟ خليكي جنبي، متسيبنيش، متسيبنيش يا ملك. انت دلوقتي اللمسه الوحيده الحلوه اللي في وسط كل المرار ده. ارجوك ساعديني ان انا انسى كل العذاب. حد امتى يا سليمان؟ حد امتى هتفضل مغمض عينيك عن الجرح عشان تنساه؟ لو عايز تخف منه فعلا يبقى لازم تفتح الجرح بايدك وتقيس عمقه فعلا وتشوف هو واصل لحد فين قبل ما تطلع منه الرصاصه، زي ما عملت معايا في الساحل. قصدك ايه؟ قصدي سكوتك على اللي بيحصل حواليك. بس ايه يا ملك؟ ايه يا ملك سكت ليه؟ تقصدي ايه باللي بيحصل حواليا وسكوتي عليه؟ كلامي يا ملك. ملك اتكلمي، انا ليه دايما حاسس ان في حاجه تخصني انت عارفاها ومش قادره تواجهني بيها؟ في ايه؟ سليمان لو سمحت روح غير هدومك. يا دي النيله على غير هدومك؟ انت يا ست انت هتقعدي كل شويه تنطي لي في مكان شكل وتقولي لي قوم غير هدومك؟ تحب حضرتك البس لك ايه؟ سليمان روح غير هدومك قبل ما انا اغير رايي. طب في ايه؟ عايز افهم، فهميني. عايز تفهم ايه ولا ايه؟ سليمان في مصيبة سودة بتحصل في المستشفيات بتاعتك مش هقدر اوصفها لك بلساني عشان لازم تروح تشوفها بعينيك.